السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكل متابعيني الكرام، يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد. ستة رجال إن ظهروا فعلموا أنها نهاية الزمان، أخبرنا عنهم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. سيظهرون قبل يوم القيامة، وإن ظهروا فعلموا أن النهاية قد حانت. واحد، القحطاني، رجل يخرج من قحطان وهي إحدى أشهر القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية وتحديدا في اليمن. سيدين الناس له بالولاء التام والطاعة وتجتمع عليه عند تغيير الزمان. لهذا ذكر البخاري حديثه في باب تغيير الزمان. أخبرنا عنه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فقال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. ويسوق الناس بعصاه أي أن الناس يطيعونه طاعة عمياء، فهو رجل عادي وصالح. وأما أهل المعصية فهو يسوقهم بعصاه ويقسو عليهم. الجهجاه يأتي في آخر الزمان ويحكم الناس، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له الجهجاه. وفي حديث آخر قال: لا تقوم الساعة حتى يملك رجل يقال له الجهجاه. يعتقد البعض أنه القحطاني، والبعض يقول أنه ليس نفس الشخص، وسمي الجهجاه بسبب صوته العالي والمخيف، حيث يصرخ في الناس ويخطب فيطيعوه ويتبعوا أمره، ولا يعرف هل الجهجاه رجل صالح أم لا، ولكنه سيكون في آخر الزمان. المهدي، اختلف الجميع حول المهدي، فهو من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي في وقت انتشر فيه الفساد والكفر والفقر والظلم والحروب والانحلال، في فقر وفساد، وقد نسي الناس الله ولم يعد أحد يذكر الله أو يصلي. فيأتي المهدي وهو رجل أجل الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ويحكم 7 سنين. أجل الجبهة يعني أن له جبهة واسعة، أقنى الأنف تعني أن أنفه طويل قليلا، وسيكون اسمه مطابقا لاسم النبي أي محمد ابن عبد الله. سيظهر في مكة وسيبايع بين الركن والمقام في الكعبة، والركن المقصود هنا هو الركن اليماني من الكعبة، وهو أحد أركان الكعبة الأربعة، والمقام هو مقام إبراهيم، الحجر الذي وقف عليه النبي إبراهيم عليه السلام أثناء بناء الكعبة. يأتي فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا، ويحكم 7 سنين. يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر أمة المهدي يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحا، وتخرج الماشية وتعظم الأمة، يعيش 7 أو 8، سيكون العالم في فقر شديد، فيأتي ويحكم العالم فيملأه عدلا وخيرا، ستنبت الأرض ويفيض المال حتى أن العالم كله سيصبح مؤمنا، ولن يبقى شخص واحد في عهده فقيرا أو محتاجا. وهنا سيبدأ كل شيء في التغيير فجأة حينما يظهر الرجل التالي، المسيح الدجال. إنه الفتنة الأعظم التي ستمر على البشرية منذ أن خلق آدم وفتن بالشجرة المحرمة وهبط إلى الأرض، ولكن هذه الفتنة أشد وأكبر، سيظهر في ظل حكم المهدي، وسيكون ظهوره من علامات الساعة الكبرى وبداية لنهاية العالم والحياة على وجه الأرض. يخرج من خراسان ويمشي إلى أصفهان، فيتبعه 70,000 من اليهود الذين يرتدون الزي الشهير ويؤمنون بأن المسيح الدجال هو المخلص الذي سينجد اليهود ويجعلهم يحكمون الأرض فيتبعونه، وأن يظهر حتى خوارق أو معجزات، ثم يغتر به الملايين والمليارات من الجاهلين وضعاف النفوس. صفاته: شاب يميل جلده إلى الحمرة، قصير وعريض في أقوال أخرى أنه بجسد هائل وضخم وعظيم لم ترى البشر قط مثله، فهو أعظم وأضخم بنيان قد تراه عين بشرية، بعضلات مفتولة وهائلة ومرعبة ممسوحة العين اليمنى، أما عينه اليسرى فغليظة وغريبة.
مكتوب فيها كافر ولا يراها إلا المؤمن. خوارقه يحيي ويميت، نعم كما نقول لك يفتن به الملايين فيتبعونه كيف، والله سبحانه وتعالى فقط القادر على هذا. هذا حينما يتجسد إبليس والشياطين في شكل بشر فيموتون ويعودون للحياة حتى يظل البشر، ثم يفتن الناس أكثر وأكثر بفتن لا مثيل لها، سيكون معه نهران، نهر من النار كحمم البركان ونهر الناصع البياض كاللؤلؤ والماس. سيخير الناس بأن يشربوا من إحدهما، نهر النار أو نهر الماء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه وينصحهم بأن يختاروا نهر النار، فيقترب المؤمن من نهر النار فيشرب منه فيجده ماء بارد. فجهنم المسيح جنة وجنته نار. يذهب إلى القرى التي أصبحت صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، يعانون من الجفاف والمجاعات، فيقول لهم أنا ربكم الأعلى، ويأمر السماء بأن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض بأن تنبت فتنبت. فيتبعه الضالون من أهلها، يمشي على أرض قد دمرتها الزلازل فتعمر الأرض وتعود البنيان شامخة راسخة. يأمر الأرض أن تخرج كنوزها فيخرج الذهب والمرجان والفضة، وتمشي هذه الكنوز وراءه كعياسب، بينما يكون الدجال قد جمع جيوشه من اليهود الضالين. يتمركز المهدي وجيشه في فلسطين بجانب المسجد الأقصى. في هذا الوقت ينزل عيسى ابن مريم في الشام وعلى جناحيه ملكان، لقد عاد الرجل الذي لم يمت، وشعره يتلألأ ويشع نورا. ثم يذهب إلى المسجد الأقصى ويصلي وراء المهدي صلاة الفجر، ويعلن الحرب على الدجال وجيشه العظيم. تبدأ المعركة ويرى المسيح الدجال المسيح عيسى ابن مريم، فيذوب من الخوف كما يذوب الملح، فهو يعلم ماذا سيحدث ولكنه لم يكن يصدق. يذهب عيسى بحربته العظيمة المدببة إلى الدجال وينزل بها على رأسه فيقتله. البعض يقول أنه سيضربه بسيفه ليفلقه نصفين، فيرى أتباع الدجال الدماء تسيل منه وقد مات، فيعلمون أن الدجال ليس إلها كما اعتقدوا، بل هو كائن من لحم ودم مثله، فيهربون ويختبئون ويفزعون. وقد فات أوان التوبة إلى الله. تنطق الأشجار والحجارة فتقول يا مسلم هذا يهودي يختبئ ورائي. فيذهب المسلمون ويقضون على جيش المسيح الدجال عن بكرة أبيه. يحتفل المسلمون بانتصارهم على الدجال وجيشه وفتنته في هذه اللحظة تحديدا في الجهة المقابلة من الأرض. نسمع انفجارا عظيما وينهار الجدار العظيم الذي بناه ذو القرنين، فقد حان الوقت لخروج يأجوج ومأجوج. يخرج قوم يأجوج ومأجوج بالمليارات، حتى أن كل شخص من البشر سيكون أمامه مليون من يأجوج ومأجوج. يغزون الأرض ويحولونها إلى بحور من الدماء. يصعد جيش عيسى والمهدي إلى جبل الطور في سيناء بمصر، ويصلي عيسى إماما بالمهدي والجيش، وهم يدعون الله أن يهلك قوم يأجوج ومأجوج. يستجيب الله ويرسل طيرا ترمي حجارة من سجيل تقع على قوم يأجوج ومأجوج، فيسقط الجميع فجأة سقطة رجل واحد، فتهتز الأرض من هول السقوط. تخيل 100 مليار شخص يسقطون فجأة. ينزل عيسى والمهدي وجيشه إلى الأرض فيرون أن الله استجاب دعواتهم وهلك جيش يأجوج ومأجوج. يرسل الله مطرا يمحي آثارهم وطيرا تأخذ أجسادهم. يحكم عيسى ابن مريم الأرض ولا يعرف تحديدا ماذا سيفعل المهدي، ولكنه بالتأكيد سيكون يحكم مع عيسى. ستملأ الأرض خيرا وعدلا، وسيعم الرخاء حتى يموت عيسى والمهدي، ويبدأ الكفر والفساد في الانتشار من جديد، حتى يظهر الرجل السادس والأخير حينما ينقطع الحج لبيت الله الحرام ويكفر الناس، حتى أن اسم الله سيكون غريبا. سيقول الرجل ماذا كان يقول القدماء لا إله إلا ماذا؟ لن يبقى هناك رجل واحد مؤمن في الأرض كلها. ذو السويقتين
سيظهر في نهاية الزمان، وهو رجل أسود أفلش بساق قصير وأصلع من الحبشة، سيخرب الكعبة وسيكون على يده هدم الكعبة واستخراج كنزها. سيأتي والناس تكبر باسمه ويخلع حجارة الكعبة حجرا حجرا ويسرق حليها وذهبها، فيرفع القرآن وينتهي الإيمان، ولن تعمر الكعبة أبدا، بعدها ستقوم الساعة على الكافرين وقد انتهى الإيمان، فلن تقوم الساعة على مؤمن أبدا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم أعنا